اعزاء الطلبه ورحمه الله وبركاته، شوفكم مع الطلاب والطالبات، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. طلاب من طالباتنا الغاليين، نلتقي اليوم على الخير والبركه ان شاء الله في تصوير المحاضره 9 من محاضرات الفصل الاول وهو علم الثرموداينميك. طلاب وطالبات عيد، محاضرتنا اليوم ان شاء الله راح تكون محاضره سهله وحلوه وبسيطه في نفس الوقت باذن الله تعالى. طلاب وطالبات عين، طبعا احنا بالمحاضرات السابقه اكملنا موضوع الحراره واكملنا موضوع المسحار. شوف تسلسل المواضيع اذا تتذكر، موضوع الحراره، بعد موضوع الحراره يجي موضوع اسمه حراره التفاعل، وبعد حراره التفاعل يجينا موضوع المسحار. احنا موضوع الحراره اكملناه، موضوع المسحار اكملناه، اكو موضوع عبرناه قلنا نرجع له بعدين اللي هو منه، اللي هو موضوع حراره التفاعل. ركز وياي، موضوع الحراره وموضوع المسحار اكملناهم، اكو موضوع قبل المسحار قلنا انه احنا نرجع لبعد ما نكمل المسحار واللي هو منه، اللي هو حراره التفاعل. انتبه وياي اليوم نسولف طلاب على حراره التفاعل. شنو هي حراره التفاعل؟ موضوع كل سهل وبسيط طلابنا الغاليين. عيني بالنسبه لهذا الموضوع اللي هو موضوع حراره التفاعل، طلابنا الغاليين هاي الجمله مال حراره التفاعل هاي الجمله ما نستخدمها ابدا، هاي الجمله مال حراره التفاعل ما نستخدمها ابدا بالفصل الاول، وإنما إحنا بدل كلمة حرارة التفاعل نستخدم كلمة الإنثالبي، نستخدم كلمة الإنثالبي. شوف كلمة الإنثالبي طلاب وطالبات هي كلمة ليست عربية وليست إنجليزية، الإنثالبي هي كلمة لاتينية، الإنثالبي هي كلمة لاتينية وتعني حرارة التفاعل أو الحرارة الناتجة من التفاعل، ويرمز للإنثالبي بالرمز دلتا H، ولكون هذه الكمية كمية متغيرة لأنه إحنا كلنا نعرف إنه الحرارة تتغير، يعني الآن أحرق ملزمة واحدة الحرارة قليلة، أحرق 10 ملازم الحرارة كبيرة، فالحرارة هي كمية متغيرة، وما دام الحرارة كمية متغيرة إذا شي يكون إلها دلتا، فالإنثالبي شنو اسمه؟ اسمه التغير في الإنثالبي، التغير في الإنثالبي. ليش؟ لأنه الحرارة هي كمية متغيرة فخلينا دلتا، فالتغير في الإنثالبي شنو معناه؟ معناه حرارة التفاعل. إذن طلاب وطالبات بالفصل كلي تبعد ما راح نحكي هاي الكلمة مال حرارة التفاعل، وإنما من نهاية الفصل قال الإنثالبي حكي الإنثالبي أنواع إنثالبيات انطهيج إنثالبي تعريف الإنثالبي معنى الإنثالبي، فالإنثالبي شنو معنى؟ معنى الإنثالبي هو حرارة التفاعل، ولكون الحرارة كمية متغيرة فيكون الإنثالبي متغير وهو التغير في الإنثالبي واللي هو رمزه دلتا H. زين طلابنا الغالي أهم شيء أريدك تعرف أنه التفاعلات الكيميائية من حيث الحرارة شبيها بعض. طلابنا الغالي التفاعلات الكيميائية، انتبهوا وياي، التفاعلات الكيميائية شبيها، التفاعلات الكيميائية من حيث الحرارة، التفاعلات الكيميائية من حيث الحرارة تنقسم، التفاعلات الكيميائية من حيث الحرارة تنقسم إلى نوعين، التفاعلات الكيميائية من حيث الحرارة تنقسم إلى نوعين. منو هذا النوعين؟ منو هذا النوعين؟ النوع الأول، النوع الأول تفاعلات نقول عليها تفاعلات ماصة للحرارة، تفاعلات ماصة للحرارة. والنوع الآخر طلابنا الغالين هي تفاعلات، هي تفاعلات باعثة للحرارة. التفاعلات الكيميائية من حيث الحرارة تنقسم إلى نوعين، تفاعلات ماصة للحرارة وتفاعلات باعثة للحرارة. طلاب وطالبات عيني شكو تفاعل يحدث بالدنيا، يا اما راح يمتص حراره او يبعث حراره. مثلا عندك الان انصهار الحديد، الحديد شلون يتحول من حاله صلبه الى سائله؟ هذا الحديد نخليه على النار، كل ما يمتص حراره اكثر يلا يتحول الى الحاله السائله، فالان عمليه انصهار الحديد هاي مصل الحراره. بينما الان عندك احتراق الوقود، الوقود لما يحترق يبعث حراره، فهذا تفاعل باعث للحراره. فشكو تفاعل كيميائي يحدث بالدنيا هو يا اما ماص للحرارة أو باعث للحرارة. إذا شنو معناه؟ معناته أنه التفاعلات الكيميائية من حيث الحرارة تنقسم إلى نوعين، منو هاي النوعين؟ يا أما تفاعلات ماصة للحرارة أو تفاعلات باعثة للحرارة. أهم شيء بمحاضرتنا لهذا اليوم يا طلاب وطالبات، لما يجيك تفاعل كيميائي شلون تعرف هذا التفاعل ماص لو باعث؟ انتبه، أهم شيء بمحاضرتنا لهذا اليوم لما يجيك تفاعل شلون تعرف هذا التفاعل ماص أو باعث. يعني مثلا الآن عندك هذا تفاعل A زائد B تفاعل انطاني نواتج 2C. الآن هذا التفاعل أقول لك هل إنه هذا التفاعل ماص لو باعث؟ بالوضع الحالي إحنا ما نعرف، شو مدري يعني هذا التفاعل ماص لو باعث؟ شوف هذا التفاعل لما يعطيك وياه دلتا H، تفاعل أكو قدامه دلتا H، التفاعل لما عنده دلتا H يعني هذا تفاعل عنده حرارة، هذا الدلتا H إذا موجب، إذا القيمة موجبة يعني التفاعل ماص للحرارة، هذا الدلتا H
إذا إشارته سالبة معناته التفاعل باعث للحرارة. إذا طلاب وطالبات عيني، أهم شيء بمحاضرتنا لهذا اليوم أنه أنت لازم تعرف وياي، لازم تركز بالمادة وتفهم شلون تعرف التفاعل ماس للحرارة أو التفاعل باعث للحرارة. طلابنا الغالين، شلون اليوم أنا أعرف التفاعل ماس أو باعث للحرارة؟ انتبه وياي، يجيك التفاعل لما أكو ويا دلتا اتش، يعني هذا تفاعل ويا حرارة، هاي الحرارة إذا موجبة يعني ممتصة فالتفاعل ماس للحرارة، هاي الحرارة إذا سالبة يعني منبعثة فالتفاعل باعث للحرارة. إذا اليوم عندك التفاعلات من حيث الحرارة نوعين، تفاعلات ماسة وتفاعلات باعثة. التفاعل الماس شلون تعرفه ماس؟ لما تكون الدلتا اتش موجب يعني ماس للحرارة، لما تكون دلتا اتش سالب يعني باعث للحرارة. إذا الدلتا اتش انتبه وياي، الدلتا اتش لما يكون موجب معناته تفاعل ماس للحرارة، دلتا اتش انتبه وياي، دلتا اتش لما يكون سالب معناته باعث للحرارة. التفاعلات الماسة للحرارة طلاب وطالبات، إذا أريد أعرف التفاعلات الماسة للحرارة شو تعريفها؟ أقولها عليها وهي التفاعلات التي تمتص حرارة من المحيط أثناء التفاعل الكيميائي. من اسمه تفاعل ماس، يعني دا يمتص حرارة، منين جاي يمتص؟ من المحيط. إذن التفاعلات الماسة للحرارة وهي التفاعلات التي تمتص حرارة من المحيط أثناء التفاعل الكيميائي، ويتم الاستدلال عليها من خلال إشارة التغير فيها الإنثال بدلتا اتش. فإذا كانت إشارة الإنثالي بموجبة فالتفاعل ماس للحرارة. بعد تعرف إيش قد بسيط؟ لما أرد أعرف التفاعلات الماسة للحرارة، شو تفاعلات الماسة للحرارة؟ وهي التفاعلات التي تمتص حرارة من المحيط أثناء التفاعل الكيميائي، والتي يتم الاستدلال عليها من خلال إشارة التغير في الإنثالبي. فإذا كانت إشارة الإنثالبي موجبة فالتفاعل ماس للحرارة. التفاعلات الباعثة للحرارة، شو تفاعل باعث؟ من اسمها تفاعلات باعثة، إذن وهي التفاعلات التي تبعث حرارة إلى المحيط أثناء التفاعل الكيميائي. انتبه، تفاعلات باعثة الحرارة وهي التفاعلات التي تبعث حرارة إلى المحيط أثناء التفاعل الكيميائي، والتي يتم الاستدلال عليها من خلال إشارة التغير في الإنثال بدلتا اتش. فإذا كانت إشارة التغير في الإنثال بدلتا اتش سالبة فالتفاعل باعث للحرارة. تفهموا وياي؟ بابا اليوم عندي تعريف تفاعلات الماسة للحرارة وهي التفاعلات التي تمتص حرارة من المحيط أثناء التفاعل الكيميائي، والتي يتم الاستدلال عليها من خلال إشارة الدلتا اتش. فإذا كانت إشارة الدلتا اتش موجبة فالتفاعل ماس للحرارة. التفاعلات الباعثة للحرارة وهي التفاعلات التي تبعث حرارة إلى المحيط أثناء التفاعل الكيميائي، والتي يتم الاستدلال عليها من خلال إشارة الإنثالبي دلتا اتش. فإذا كانت إشارة الإنثالبي سالبة فالتفاعل باعث للحرارة. تمام طلابنا الغالين، الآن هذا الكلام جاي الموضحة بالتفصيل، انتبه عليه. بابا هذا الكلام الآن اللي حكيناه كليته موجود الآن هنا. تعال، أول شيء عندنا موضوع حرارة التفاعل والتغير في الإنثالبي. بابا التفاعلات الكيميائية من حيث الحرارة تنقسم نوعين، تفاعلات ماسة وتفاعلات باعثة. التفاعلات الماسة شنو؟ وهي التفاعلات التي تمتص حرارة من المحيط أثناء التفاعل الكيميائي، والتي يتم الاستدلال عليها من خلال إشارة التغير في الإنثال بدلتا اتش. فإذا كانت إشارة الإنثال بموجبة يعتبر التفاعل ماس للحرارة. التفاعلات الباعثة للحرارة شنو؟ وهي التفاعلات التي تبعث حرارة إلى المحيط أثناء التفاعل الكيميائي، والتي يتم الاستدلال عليها من خلال إشارة التغير في الإنثال بدلتا اتش. فإذا كانت إشارة الإنثالبي سالبة يعتبر التفاعل باعث للحرارة. طبعا شوف طلابنا الغاليين، عندنا هذه ملاحظة، هاي الملاحظة هي هل تعلم بالكتاب؟ لأنه أنا بالملزمة الشك وهل تعلم، انتبه كل خال إحنا بالكتاب كاتب إن هل تعلم إن الألعاب النارية هي تفاعلات باعثة للحرارة؟ هاي هل تعلم ممكن يجيني منها فراغ، شي يقول لك؟ يقول لك مثلا الألعاب النارية تفاعلات فراغ، إيش تكتب أنت بالفراغ؟ باعثة للحرارة. بالتالي شوف بمادة الفيزياء، بمادة الفيزياء جابوا من هل تعلم. شوف العام الماضي بمادة الفيزياء جابوا من هل تعلم بالدور الأول، وبالدور الثاني جابوا من الفكر بالفيزياء. بالتالي ما دام هيك شيء اجى بالفيزياء ممكن يجينا بالكيمياء. فأنا بالملزمة هنا هل تعلم اللي انتبه غيرك كلها جايبها وخلها بالملزمة. واضح؟ فبالكتاب كاتب إن هل تعلم إن الألعاب النارية تفاعلات باعثة للحرارة؟ هذا ممكن يجي فراغ. وفعلا هي الألعاب النارية لي فوق شيء يصير انفجار. الانفجار شنو؟ يبعث حرارة. فالألعاب النارية هي تفاعلات باعثة للحرارة. إذن طلابنا الغالين، الآن انت عرفت شلون انه تقدر تعرف التفاعل ماس لو باعث كالآتي، انه اذا دلتا اتش موجب فالتفاعل ماس للحرارة، واذا دلتا اتش سالب فالتفاعل باعث للحرارة. هذا منو؟ هذا المنهج.
أعطيك الآن معلومة إضافية خارجية خارج المنهج. تعال، أكو حالة ثانية شلون تعرف بيها التفاعل ماس؟ انتبه. فرضا لو طاق تفاعل، يعني الآن طاق تفاعل A زائد B، وهنا أنا كتب لك زائد طاقة، زائد طاقة، أو يكتب لك بالإنجليزي مثلا energy، أو مثلا يكتب لك رقم 6 كيلو جول، ويقول لك هنا بالنواتج اثنين C. انتبه طلابنا الغالين، باو لما ينطيك تفاعل وتشوف أكو طاقة بالمتفاعلات، شوف لما تشوف طاقة بالمتفاعلات، طاقة مكتوبة بالعربي أو energy بالإنجليزي أو كرقم 6 جول أو كيلو جول، لأن من ينقص بجول كيلو جول طاقة. انتبه لما تشوف طاقة بالمتفاعلات معناها هاي طاقة ممتصة، فالتفاعل ماس للحرارة. اليوم التفاعل مواد متفاعلة لما جاي تفاعل جاي تمتص حرارة، فالحرارة جاي تدخل بداخل التفاعل، جاي تصير ضمن المتفاعلات. إذا لما تشوف لي طاقة بالمتفاعلات معناتها طاقة ممتصة، فالتفاعل ماس للحرارة. شوف لي هذا التفاعل، انتبه مثلا A زائد B، A زائد B، وهنا انطاني طاقة، انطاني هنا طاقة، أو مثلا انطاني نواتج هنا 2C زائد طاقة بالعربي تنكتب، أو بالإنجليزي energy، أو مثلا عندي كرقم مثلا 6 كيلو جول. شوف طلابنا الغالي، لما تشوف طاقة بالنواتج معناتها هاي الطاقة طاقة منبعثة، فالتفاعل باعث للحرارة. باو احنا بالكتاب كله من الدلتاج، دلتاج موجب يعني ماس، دلتاج سالب باعث، هذا منه هذا المنهج. الآن أعطيك ملاحظات ومعلومات خارجية. انتبه شلون تعرف تفاعل ماس وباعث إذا ما انطاك دلتاج؟ إذا انطاك طاقة بالمتفاعلات يعني هاي الطاقة طاقة ممتصة، فالتفاعل ماس للحرارة. إذا انطاك طاقة بالنواتج يعني هاي طاقة ناتجة، طاقة منبعثة. الآن أنا عندي بنزين وحرقته، هذا البنزين لما حرقته مو قام يبعث حرارة، إذا قام ينتج حرارة، قام يعطي حرارة. البنزين الآن لما حرقته إيش قام يسوي؟ قام يبعث حرارة، قام ينطي حرارة، صار ينتج حرارة. فلما تشوف قام ينتج حرارة معناته باع الحرارة وين؟ بالنواتج. إذا لما تشوف طاقة بالنواتج معناته التفاعل باعث للحرارة. طلابنا الغالين، أهم شيء اليوم تعرف لي إنه التفاعلات نوعين، هذا الشيء راح يبقى عندنا منا لحد نهاية الفصل، تفاعلات ماسة وتفاعلات باعثة. شلون تعرف التفاعل ماس؟ إذا كان دلتا اتش موجب يعني ماس، وإذا طاقة بالمتفاعلات يعني ماس، إذا دلتا اتش سالب يعني باعث، وإذا كان طاقة بالنواتج شنو معناه؟ معناته باعث. طلابنا الغالين، بداية هذا الموضوع أول سطر حاكي لي فد كلام ممكن يجيني من يمه تعليل، إيش كاتب لي؟ كاتب لي إنه أغلب العمليات الكيميائية تحدث عند ضغط ثابت، وقليل منها يحدث عند حجم ثابت، لأن الطاقة المصاحبة للتفاعلات الكيميائية يجري قياسها عند ضغط ثابت. هذا الكلام المكتوب ممكن يطلع لي من يمه تعليل. شوف طلابنا الغالين، هذا السؤال والجواب هنا صاير بعض الأخطاء المطبعية بيهم، صلحهم وياي بعض. هنا هذا هنا يكون عندك سؤال، انتبه هنا يكون عندك سؤال علل، يقول لك علل، أغلب العمليات الكيميائية تحدث عند ضغط ثابت وقليل منها يحدث عند حجم ثابت، هذا التعليل. الجواب مننا، الجواب مالتنا مننا، هذا تشخط، هذا الجواب مالتنا مننا. الجواب شو نقول بالجواب؟ نقول لأن الحرارة المصاحبة للتفاعل الكيميائي يجري قياسها بشكل أسهل عند ضغط ثابت من عملية قياسها عند حجم ثابت. واضح الكلام؟ انتبه، هذا الآن بالبداية، بداية هذا الموضوع كاتب لنا فد سطر ونص، هاي السطر ونص ما إلها داعي بصراحة، لكن شوف طلاب وطالبات بالسنوات الأخيرة صارت تجي أسئلة كلامية من بين الأسطر. سابقا بالسنوات السابقة كانت تجي، يعني خلينا نقول بالسنوات من 2013-2020 كانت تجي الكلاميات بس من أسئلة الفصل، يعني أسئلة الفصل بيها تعاليل، بيها تعاريف، بيها فراغات، بيها اختيارات، فكانت الأسئلة الكلامية ما الكيمياء تجي بس من أسئلة الفصل. لكن خلينا نقول من سنة 2021 وفوق صارت تجي كلاميات من بين الأسطر. مثلا بإحدى السنوات حسب ما أذكر كانت 2023 دور الأول، باو بإحدى السنوات جابوا تعليل، تدري من التعليل؟ شايف مرات أكو رسم بالكتاب، أكو رسم وهذا الرسم جوا أكو كتابة ناعمة، من هاي الكتابة الناعمة جابوا تعليل. ولحسن الحظ في وقتها كنت خالب منزلة المراجعة المركزة، بالتالي طلاب معناته أنه إحنا بعد ماكو حرف إلا ما لازم نشرحه ونخليه بالمنزلة. يعني هذا الكلام بصراحة ما إلى داعي، لكن ما أقدر ما أخليه، هساني المنزلة ماتي مع السنوات السابقة تلقى هذا التعليل ما موجود، لكن ضفته هاي السنة. ليه ضفته؟ لأنه ممكن يجي بالوزارة، ممكن يجيك تعليل، شي يقول لك؟ يقول لك علل، وقلت لك هاي أكو أخطاء مطبعية صغيرة
وقلت لك أنا هذه أخطاء مطبعية صلحها. التعليل من هذا مو جواب هذا السؤال. السؤال علل. أغلب العمليات الكيميائية تحدث عند ضغط ثابت وقليل منها يحدث عند حجم ثابت، لأن الحرارة المصاحبة للتفاعل الكيميائي يجري قياسها بشكل أسهل عند ضغط ثابت من قياسها عند حجم ثابت. انتبه وياي طلابنا الغالي، ممكن يجيك فراغ، شو يقول لك؟ يقول لك مثلا أغلب العمليات الكيميائية تحدث عنده فراغ وقليل منها يحدث عنده فراغ، بالتالي انت هنا تعرف، يقول لك أغلب العمليات الكيميائية تحدث وين؟ عنده ضغط ثابت وقليل منها يحدث عنده حجم ثابت. تمام الأمور طلابنا الغالين، انتبه وياي. اليوم احنا تعرفنا ان التفاعلات نوعين، هي تفاعلات ماصة وتفاعلات باعثة. التفاعلات الماصة دلتا اتش مالتها موجب الطاقة بالمتفاعلات، التفاعلات الباعثة دلتا اتش السالب الطاقة وين؟ بالنواتج. الآن راح نجي نتعرف على الانثالبي بشكل مفصل. الآن هذا الانثالبي راح نجي الآن نشرحه ونوضحه بالتفصيل. الانثالبي شنو؟ الآن الانثالبي وشنو تفاصيله وشنو هو المعنى ماله. طلابنا الغالين، ما هو معنى الانثالبي؟ الانثالبي وهي دالة حالة ثرموداينامية وخاصية شاملة تمثل كمية الحرارة الممتصة أو المتحررة عند ثبوت الضغط، ولا يمكن قياس القيم المطلقة لها لأنها دالة ويقاس التغير الحاصل فيها بدلتا H. الآن قرأناه قراءة عادية، كل شيء ما مفتهمين من يمه. ليش؟ لأنه الآن أنت ما تعرف شنو يعني دالة حالة، ولا تعرف شنو يعني خاصية شاملة، ولا تعرف شنو يعني لا يمكن قياس القيم المطلقة لها، كله ما مفتهمين. أقدر أستخدم وياك أسلوب، يلا خلينا نعيدها مرتين ثلاثة، ردد وياي، انتهى الكلام، حفظنا التعريف لكن بدون ما نفهم من يمه شيء. تعال نفتهم الآن بالتفصيل. طلابنا الغالين عيني، أول ما نجي إلى تعريف الإنثالبي، شو يقول؟ يقول وهي دالة حالة ثرموداينامكية. شنو معنى هاي العبارة؟ معنى هاي العبارة طلاب وطالبات معناها أنه الإنثالبي، الإنثالبي قيمة تعتمد، قيمة تعتمد على الحالة الابتدائية. الإنثالبي قيمة تعتمد على الحالة الابتدائية والنهائية فقط للتفاعل. انتبه وياي، شوف عين طلاب وطالبات، الإنثالبي وهي دالة حالة ثرموداينامكية. شنو يعني الإنثالبي دالة حالة ثرموداينامكية؟ معناته أنه الإنثالبي هي قيمة تعتمد فقط على الحالة الابتدائية والحالة النهائية للتفاعل بس. ليش يعتمد بس على الحالة الابتدائية والحالة النهائية؟ شوف الإنثالبي هو دلتا H، الإنثالبي دلتا H، شكو دلتا بالعالم؟ هو نهائي ناقص ابتدائي، إذن HF ناقص HI. حال حال دلتا تي، الدلتا تي ركز، الدلتا تي هو مو تي اف ناقص تي اي، دلتا تي هو تي اف ناقص تي اي، هذا منو هذا؟ دلتا تي هو تي اف ناقص تي اي، هنا الدلتا اتش ايضا اتش اف ناقص اتش اي، هاي الاي معناتها مختصر لكلمة initial وتعني ابتدائي، والاف مختصر لكلمة final وتعني نهائي. اذا قدامك الان القانون، عليه من جاي يعتمد؟ يعتمد فقط على الحالة الابتدائية والحالة النهائية. احنا بالكيمياء بالثرموداينامك شكو شيء يعتمد على الحالة الابتدائية والحالة النهائية نسميه بالدالة الحالة. انتبه، انا وياك في مادة الكيمياء شكو شيء يعتمد على الحالة الابتدائية والحالة النهائية فاحنا نسميه بالانثالبي. اذا الان الانثالبي شنو الانثالبي؟ لما نقول عليه وهي دالة حالة ثرموداينامكية، شنو يعني هي دالة حالة ثرموداينامكية؟ معناته هي قيمة تعتمد على الحالة الابتدائية والنهائية للتفاعل فقط. باوح، الإنثالبي قيمة تعتمد على الحالة الابتدائية والحالة النهائية فقط، هذا معنى دالة حالة ثرموداينامكية. واضح الكلام؟ تعال. وخاصية شاملة، شنو يعني الإنثالبي خاصية شاملة؟ طلابنا الغالين، وخاصية شاملة معناته ما شنو معناه؟ معناته انه الإنثالبي، الإنثالبي قيمة، الإنثالبي قيمة، الإنثالبي قيمة تعتمد، تعتمد على كمية المادة. طلاب عيني، ما هو معنى خاصية شاملة؟ معنى خاصية شاملة معناته أنه الإنثالبي قيمة تعتمد على كمية المادة. معنى خاصية شاملة معناته أنه الإنثالبي قيمة تعتمد على كمية المادة. اللي يعتمد على كمية المادة بالكيمياء نسميه بالخاصية الشاملة. أستاذ شلون يعني الإنثالبي يعتمد على كمية المادة؟ أنا أقول لك شلون. الآن أنا عندي ملزمة، هاي الملزمة الآن لما حرقتها أنطتني 20 جول، تمام؟ لما أحرق ملزمتين إيش قد راح تطي؟ 40 جول. لما أحرق 3 ملازم إيش قد تطي؟ 60 جول. لما أحرق 4 ملازم تطي 80. لما أحرق 5 تطي 100. إذا نشوف كل ما جاي تزداد كمية المادة المحترقة
كل ما جاي تزداد الحرارة، فالحرارة تعتمد على كمية المادة، والحرارة هي نفسها الانثالبي. إذا شنو معنى معناته الانثالبي يعتمد على كمية المادة؟ لأن قلت لك هو شنو معنى الانثالبي؟ معنى الانثالبي هو الحرارة. انتبه، ما هو معنى الانثالبي؟ معنى الانثالبي هو الحرارة، والحرارة تعتمد على الكمية، لأنه الكمية المحترقة كل ما تزداد كل ما تزداد الحرارة، فبالتالي الحرارة تعتمد على الكمية، فالانثالبي يعتمد على الكمية، واللي يعتمد على كمية المادة نسميه بالخاصية الشاملة. زين، الانثالبي هو حرارة، هاي الحرارة لو ممتصة لو منبعثة، إذن يمثل كمية الحرارة الممتصة أو المتحررة عند ثبوت الضغط. تمام، شنو يعني استاذ ولا يمكن قياس القيم المطلقة لها لأنها دالة؟ ما هو معنى هذه العبارة اللي هي تبدأ منها ولا يمكن باوع؟ شو يقول؟ يقول ولا يمكن قياس القيم المطلقة لها لأنها دالة، ولا يمكن قياس القيم المطلقة لها لأنها دالة. ما هو معنى هذا الكلام؟ ما هو معنى هذا الكلام؟ أنا أقول لك، أكو في الموضوع بالرياضيات اسمه المطلق، أغلبكم يعرفه. انتبه، نفترض الآن عندي دلتا اتش القيمة مالته 6. طلاب وطالبات هذا من آخذ له مطلق، إيش قد الناتج؟ 6. تمام، عندي دلتا اتش القيمة مالته سالب 12، لما آخذ له مطلق مع الرياضيات إيش قد الناتج؟ 12. مضبوط، ليش؟ لأنه إحنا متعلمين بمادة الرياضيات إنه المطلق شكو رقم موجب سالب لما يدخل داخل حدود المطلق يطلع موجب. أقصد موضوع بالرياضيات كلكم تعرفوا اللي هو مطلق القيم، هذا الخطين نسميها المطلق، هاي الخطين القيمة اللي تدخل إذا كانت موجبة تطلع موجبة، إذا سالبة تطلع موجبة، يعني شكو شيء يتعوض داخل المطلق كليته يطلع موجب. إذا أخذنا مطلق لقيم الإنثالبي معناته راح تصير كل قيم الإنثالبي موجبة، ولما صارت كل القيم مال الإنثالبي موجبة معناته صارت كل التفاعلات ماصة للحرارة، وهذا الشيء خطأ علمي، هذا الشيء لا يمكن. انتبه، احنا اليوم الانثالبي اذا اخذنا مطلق فالموجب راح يطلع موجب والسالب راح يصير موجب، فراح تصير قيم الانثالبي كلها موجبة، لما صارت كلها موجبة التفاعلات صارت كلها ماصة للحرارة، وهذا الشيء هو خطأ علمي. واضح؟ ولذلك لا يمكن قياس القيم المطلقة لها، يعني ما نقدر ناخذ مطلق مع الرياضيات لأن كل التفاعلات راح تصير موجبة، وهذا الشيء هو خطأ علمي. إذن اجينا وضحنا، ويقاس التغير الحاصل فيه بدلتا H. طلابنا الغالين، طالب ممكن يسأل سؤال يقول استاذ حسين جاي يفصل الدرجة أكثر من المطلوب. شوف، إذا طالب من يمكم أو طالبة يشوف أنه أنا جاي ألح بالمادة، جاي أوضح كلمة كلمة، يقول استاذ حسين ليش ما يعطيك تعريف يقرأ مرتين وفي مال لا مثل باقي المدرسين، ليش هالقد يفصل ويوضح؟ بعض أسولف لكم فد موقف صار وياي بأحد المعاهد قبل سنة أو سنتين. مرة من المرات كملت الجروبات مالتي، تقريبا 3 جروبات بأحد المعاهد، كملت الجروب الأخير وجاي أطلع. لما أنا جاي أطلع الأستاذ اللي راح يجي وراي القاعة هو مدرس مال كيمياء، تمام؟ فطبعا المدرس هو صديقي وعلاقتي بيه كلش حلوه وقويه، سلمت عليه فباوع الصبوره كانت مكتوب علي كاتب الصبوره وهم هيك موضح. فوقتها ايش قال لي؟ قال استاذ حسين انت ايش قد تلح بالماده؟ ما لها داعي هسه انت كلمه كلمه موضحه، هو تعريف اقراه مرتين يرددوه الطلاب مرتين وها هي، ماكو داعي هالقد اتعقد الماده على الطالب. قلت له والله استاذ بعد هو كل واحد وطريقته، وهاي الطريقه انا اشوفها الافضل لتفهم الطالب، لكن الاسئله الوزاريه سنه عن سنه تثبت لي انه الطريقه مالتي هي الطريقه الصحيحه. بابا شوف لي هذا السؤال، والجوجل موجود والأسئلة الوزارية موجودة، وروح أتأكد. شوف لي هذا السؤال، سؤال خليني أسوي لك بغير لون، أسوي لك باللون الأحمر. بابا لي هذا السؤال، سؤال شوف لي السنة مالته، وزاري 2023 الدور الأول. الأسئلة الوزارية موجودة على الجوجل وموجودة الأجوبة النموذجية، وتقدر تتأكد من السنة والدور. تعال، اجانا سؤال شي يقول؟ يقول املأ الفراغات. اجانا السؤال شي يقول؟ يقول املأ الفراغات. املأ الفراغات شي يقول؟ يقول هنا يقول بالفراغ الانثالبي دالة حالة، وخاصية فراغ لأنها فراغ. تعال، هذا اجانا بالامتحان الوزارة سنة 2023 دور الأول، قال الانثالبي دالة حالة وخاصية شنو؟ وخاصية شاملة. ليش خاصية شاملة؟ لأنها تعتمد على كمية المادة
المادة. هذا الفراغ منين جابه أبو الوزارة؟ جابه من التعريف، الإنثال بدال لحالة وخاصية فراغ. شنو هو خاصية؟ شاملة. بس قل لي بالتعريف، بالتعريف قايل لك لأنها تعتمد على كمية المادة؟ لا ما قايل، هذا استنتاج. إذا جاي شوف هذا الفراغ، هذا خارجي، هذا ما موجود بالتعريف لأنها تعتمد على كمية المادة. فهنا برز الفرق بين مدرس يحفظ للطالب وبين مدرس يفهم الطالب. فأنا لما تشوفني جاي أوضح لك كلمة كلمة، هذا الشيء مو ضرر لك، هذا فائدة. هذا أنت المفروض تفرح لما تشوف هيك مدرس جاي يفصل لك، لأنه لما إجا هذا الفراغ عن طلاب يجاوبه، أما غير طالب بس حافظ حفظ بدون ما يفتهم ما عرف يجاوب. خاصية شاملة، ليش خاصية شاملة؟ ما أدري. أما هنا أنا موضح لك كلمة كلمة فأنت تعرف هو ليش خاصية شاملة، لأنه يعتمد على كمية المادة. نعيد التعريف مرة أخرى طلاب وطالبات. بقولي الإنثالبي ما هو الإنثالبي؟ وهي دالة حالة ثرموداينامية، أي أنه الإنثالبي هي قيمة تعتمد على الحالة الابتدائية والحالة النهائية للتفاعل فقط، وخاصية شاملة. يعني الإنثالبي قيمة تعتمد على كمية المادة، الإنثالبي هو حرارة، هاي الحرارة اللي ممتصة أو منبعثة، إذا يمثل كمية الحرارة الممتصة أو المتحررة عند ثبوت الضغط، ولا يمكن قياس القيم المطلقة لها لأنها دالة، ويقاس التغير الحاصل فيها بدلتا H. واضح الكلام الآن كليته وضحنا. نعيد التعريف ما هو الإنثالبي؟ الإنثالبي طلاب وطالبات وهي دالة حالة ثرموداينامية وخاصية شاملة، تمثل كمية الحرارة الممتصة أو المتحررة والمقاسة بثبوت الضغط، ولا يمكن قياس القيم المطلقة لها لأنها دالة، ويقاس التغير الحاصل فيها بدلتا H. واضح شنو الإنثالبي؟ وهي دالة حالة ثرموداينامية وخاصية شاملة، شي يمثل تمثل كمية الحرارة الممتصة أو المتحررة والمقاس بثبوت الضغط، ولا يمكن قياس القيم المطلقة لها لأنها دالة، ويقاس التغير الحاصل فيها بدلتا H. تمام الأمور طلابنا الغالين عيني. الآن نجي ويقاس التغير الحاصل فيها بدلتا H. هذا الدلتا H، هذا الآن الدلتا H، انتبه، هذا الدلتا اتش بالكتاب كاتب لك عليه قانون. ايش كاتب لك على هذا الدلتا اتش بالكتاب؟ كاتب لك دلتا اتش يساوي لي دلتا اتش نواتج برودكت ناقص دلتا اتش متفاعلات، والمتفاعلات هي بالانجليزي رياكتنت مختصرها ار. شوف التغير في الانثالبي يساوي انثالبي النواتج ناقص المتفاعلات. يعني شلون من يقول لك نهائي ناقص ابتدائي؟ انت اليوم التفاعل اول ما يبدا التفاعل ماكو نواتج، لما انتهى التفاعل صارت اكو نواتج، عرفت شلون؟ فبالتالي احنا نهايه التفاعل تكونت نواتج، فلما يكون نواتج ناقص متفاعلات شلون نهائي ناقص ابتدائي؟ لان اول ما بدا التفاعل اكو بس متفاعلات، فالابتدائي هو المتفاعل، من انتهى التفاعل صارت اكو نواتج، فلما النواتج ناقص متفاعلات يعني نهائي ناقص ابتدائي. طلاب وطالبات هذا القانون ما عليه اي شيء بالكتاب، لا سؤال لا تعليل اي شيء، ماكو على هذا القانون لا مساله رياضيه. يعني هذا القانون مكتوب اللي هو دلتا اتش يساوي دلتا اتش برودكت، اي انه بي يعني نواتج، برودكت ناقص دلتا اتش ار رياكتنس، اي انه متفاعلات. شوف هذا القانون موجود فقط هيك، ما عليه اي سؤال. لكن هذا القانون ممكن تجي عليه اسئله فكريه خارجيه، هذا القانون ممكن تجي عليه اسئله فكريه خارجيه. تعال أوضح لك الآن شنو الأسئلة اللي ممكن تجي على هذا القانون. انتبه وياي، هذا القانون ممكن تجينا عليه أسئلة إفرائية. الآن أنا كاتب لك مجموعة أسئلة، هاي الأسئلة الآن كلها أسئلة خارجية. طلابنا الغالي الآن راح أوضح لك هذا القانون شنو يفيدك، اللي هو دلتا H يساوي لي دلتا H، دلتا H اللي هو هنا product، أي إنه نواتج. شنو معناته نواتج؟ ناقص دلتا H، دلتا H رياكتنت، رياكتنت اي انه شنو معناته؟ معناته متفاعلات. انتبه عيني، هذا القانون شنو يفيدني؟ انا اقول لك هذا القانون بشنو يفيدك. هذا القانون فرضا يقول لك مثلا متى تكون قيمه دلتا اتش موجبه، متى تكون قيمه دلتا اتش سالبه، او علل التفاعلات الماصه ليش دلتا اتش موجب، التفاعلات الباعثه ليش دلتا اتش سالب، شنو السبب. هسه احنا مو قلنا هنا باو ايش قلنا هنا؟ قلنا انه لما دلتا اتش موجب التفاعل ماص، زين ليش؟ ليش لما الموجب التفاعل ماص؟ شنو السبب؟ تعال شوف طلاب وطالبات، الان عندي تفاعل كيميائي، هذا اليوم تفاعل، انتبه، الان عندي تفاعل كيميائي. طلابنا الغالين عيني، هذا التفاعل الكيميائي، هذا التفاعل الكيميائي ايش موجود بيه؟ التفاعل الكيميائي الان هنا عندي متفاعلات، عندي هنا متفاعلات، هذه المتفاعلات زين، وهنا شنو عندي؟ هنا عندي نواتج، هنا عندي الان نواتج.
ركز. اليوم عندي تفاعل كيميائي. بالتفاعل الكيميائي شنو موجود عندي الان بالتفاعل الكيميائي؟ بالتفاعل الكيميائي طلابنا الغالي انتباهك ضع. بالتفاعل الكيميائي عندك متفاعلات وعندك ايضا نواتج. متفاعلات ونواتج. طلاب وطالبات عيني، متفاعلات نواتج. اول ما يبدي التفاعل، اول ما يبدي التفاعل فقط موجودة المتفاعلات. مثلا الان انا اريد افاعل بعد التفاعل مالي، اريد احرق 10 لترات من البنزين، تمام؟ ايش قدرت احرق 10 لترات؟ حرقت 3 لترات. ايش قد بقى عندي؟ 7 لترات. الان انا هنا أنا مثلا عندي 10 لتر 10 لتر بنزين، تمام؟ عندي 10 لتر من البنزين اريد احرقهم. لما جيت احرق ذول 10 لترات بالبدايه حرقت 3. هذا البنزين لما 3 لترات احترقت من يمه، هاي ال 3 لترات اللي احترقت انطت طاقه بالنواتج. اذا وين تكونت عندي طاقه؟ تكونت الان عندي طاقه بالنواتج، تكونت طاقه بالنواتج. وبنفس الوقت اكو 7 لترات بعدين ما محترقات هم بيهن طاقه، فاذا صارت عندي طاقه بالنواتج وطاقه وين؟ بالمتفاعلات. اذا ركز، لما يصير تفاعل كيميائي فالتفاعل الكيميائي بي طاقتين، طاقه بالنواتج وطاقه وين؟ بالمتفاعلات. شلون الان جاي اقول لك عندك 10 لترات من البنزين حرقت 3، ذول الثلاث لترات اللي احترقوا انطوا حراره، اذا تكونت طاقه بالنواتج. واكو 7 لترات بعدين ما محترقات هم بيهن طاقه، اذا صارت عندي طاقه بالنواتج وطاقه وين؟ بالمتفاعلات. نفترض افتراض، نفترض الان الطاقه هنا 12 كيلو جول، ونفترض هنا عندي 10 كيلو جول. لما اجي الى دلتا اتش، انتبه، دلتا اتش نواتج برودكت ناقص دلتا اتش متفاعلات اللي هو رياكتنت يساوي النواتج ايش قد؟ 12 ناقص بالمتفاعلات ايش قد؟ 10، ويساوي ليش قد؟ 2. ما هي الإشارة؟ موجبة. إذن متى تكون قيمة دلتا اتش موجبة؟ متى تكون قيمة دلتا اتش موجبة؟ وذلك عندما تكون الطاقة في النواتج أكبر من الطاقة في المتفاعلات، وعلى وفق العلاقة التالية. فرضا لو إجاك تعليل، إيش قال لك بالتعليل؟ قال لك متى تكون قيمة دلتا اتش موجبة. إذا إجاك هيك تعليل قال لك علل متى تكون قيمة دلتا اتش موجبة؟ فرضا لو إجاك هيك سؤال، إيش قال لك؟ قال لك سؤال متى تكون قيمة دلتا اتش موجبة؟ تقول له وذلك عندما تكون الطاقة في النواتج أكبر من الطاقة بالمتفاعلات، فيكون الدلتا اتش موجب على وفق العلاقة الآتية، دلتا اتش يساوي دلتا اتش برودكت ناقص دلتا اتش رياكتنت. فرضا لو الطاقة بالنواتج مقدارها 14 كيلو جول، والطاقة اللي هنا مقدارها 20 كيلو جول، من تجي الآن تعوض هنا عندك نواتج 14، المتفاعلات ايش قد؟ 20. إشارة الكبير سالبة 6 كيلو جول. إذا ايش طلعت الإشارة؟ الإشارة طلعت سالبة. ممكن يجي سؤال يقول لي متى تكون إشارة الدلتا اتش سالبة؟ وذلك عندما تكون الطاقة في المتفاعلات أكبر من الطاقة في النواتج، وعلى وفق العلاقة التالية. ايش راح تطلع الدلتا اتش؟ هذه الدلتا اتش طلابنا الغالين، هذه الدلتا اتش راح تطلع عندي الآن سالبة. واضح الكلام؟ إذا احنا جاي نوضح بعض. هاي أسئلة فكرية، هاي الأسئلة الآن ما موجودة بالكتاب، لكن أسئلة فكرية وهيج نمط دا يجي بالامتحانات الوزارية، دير بالك. ممكن يجي سؤال شي يقول لي متى تكون دلتا اتش موجبة؟ أقول له دلتا اتش موجبة تكون بالتفاعلات الماسة الحرارة موجبة عندما تكون الطاقة بالنواتج أكبر من الطاقة بالمتفاعلات على وفق العلاقة التالية. متى تكون دلتا اتش سالبة؟ تكون دلتا اتش سالبة في التفاعلات الباعثة للحرارة عندما تكون الطاقة في المتفاعلات أكبر من الطاقة بالنواتج. شي يطلع؟ يطلع سالب على وفق العلاقة التالية. إذن هذا الكلام كله تجاي الواضحة. نرجع الآن، هاي الأسئلة اللي حكيناها كلها مسجلة بالملزمة، شكو حرف آني أحكي كله موجود يمك بالملزمة. تعال بقى وياي هنا، ممكن يجينا سؤال طلابنا الغالي، شو يقول هنا؟ يقول متى تكون إشارة دلتا اتش موجبة؟ شوف هنا شو نقول؟ نقول هنا نضيف لي جر لسام وضيف هاي الإضافة، شو نقول؟ نقول في التفاعلات، في التفاعلات الماصة للحرارة، في التفاعلات الماصة للحرارة عندما تكون كمية الحرارة في النواتج أكبر من كمية الحرارة في المتفاعلات، على وفق العلاقة الآتية. إذا النواتج شو قبل شيء قلنا 12 ناقص 10 يساوي 2 موجب، لما الطاقة بالنواتج أكبر شو راح تطلع؟ تطلع موجبة. نعيد السؤال، يقول لي متى تكون إشارة دلتا اتش موجبة؟ في التفاعلات الماصة للحرارة عندما تكون كمية الحرارة بالنواتج أكبر من كمية الحرارة في المتفاعلات، وعلى وفق العلاقة التالية. سؤال، متى تكون إشارة الدلتا اتش سالبة؟ شو نقول هنا؟ نقول في التفاعلات، في التفاعلات
الباعثة في التفاعلات الباعثة للحرارة، في التفاعلات الباعثة للحرارة، في التفاعلات الباعثة للحرارة عندما تكون كمية الحرارة في المتفاعلات أكبر من كمية الحرارة في النواتج وعلى وفق العلاقة التالية. ليش؟ أنا أقول لك ليش؟ لأنه إذا كانت بالمتفاعلات أكبر من النواتج، مثلا عندك بالنواتج 10 بالمتفاعلات 12، ايش قد راح يطلع؟ ناقص 2. فلما الطاقة بالمتفاعلات أكبر من النواتج ايش راح تطلع؟ تطلع سالبة. بالتالي إذا طلابنا الغالين، بالتالي لما يجي السؤال يقول متى تكون إشارة الدلتا اتش سالبة؟ في التفاعلات الباعثة للحرارة عندما تكون كمية الحرارة في المتفاعلات أكبر من كمية الحرارة في النواتج وعلى وفق العلاقة التالية. شوف وياي هذا التعليل، علل. تكون إشارة الدلتا اتش موجبة بالتفاعلات الماصة، بالتفاعل الماص دلتا اتش موجب. ليش؟ وذلك لأن كمية الطاقة أو كمية الحرارة في النواتج أكبر من كمية الحرارة بالمتفاعلات وعلى وفق العلاقة التالية. سؤال، تكون إشارة الدلتا اتش سالبة للتفاعلات الباعثة للحرارة وذلك لأن كمية الحرارة بالمتفاعلات أكبر من كمية الحرارة بالنواتج وعلى وفق العلاقة التالية. إذا طلابنا الغالين، ذول الأربع أسئلة كلهم ما موجودات بالكتاب ومجايات سابقا بالوزاري، لكن من باب الاحتياط احنا كلها جاي نوضحها. تعال عيني الآن طلابنا الغالين، أخذ وياك الآن سؤاليا أسئلة وزارية مهمة جدا جدا. شوف هذا السؤال وزاري مهم جدا، وهذا السؤال أيضا هو وزاري. ذول السؤالين اثنينهم جايات بالوزارة، وبالأخص هذا السؤال، يعني هذا السؤال يمكن إذا ما جاي ما جاي فد 6 أو 8 مرات بالامتحانات الوزارية. انتبه وياي الآن، احنا ايش قلنا على الانثالبي؟ قلنا على الانثالبي هو دالة حالة ثرموديناميكية، راح ندرس الدالة الحالة بالتفصيل. قلنا عليه خاصية شاملة، ندرس الخاصية الشاملة بالتفصيل. تعال قلنا على الانثالبي دالة حالة، وقلنا دالة حالة يعني يعتمد على الحالة الابتدائية والحالة النهائية. تعال شوف وياي هذا السؤال. سؤال شي يقول؟ يقول ماذا نعني بدالة الحالة؟ وأعطي مثال على كميتين تعدان ذوال الحالة ومثال على دالة مسار اللي هي دالة غير حالة. طلاب طلبات عيني، مثل ما عندنا دالة حالة فطبعا أكو دالة غير حالة، والدالة الغير حالة لها اسم ثاني اسمها دالة مسار. دالة مسار، الدالة الغير حالة اسمها دالة مسار. ركزوا وياي، مثل ما عندي دالة حالة فأكو دالة غير حالة. طلاب وطالبات باو، الآن عندي تفاعل. التفاعل أول ما يبدي متفاعلات يتحول إلى نواتج. مرحلة المتفاعلات هي مرحلة ابتدائية، يعني بداية التفاعل عندي بس متفاعلات، لكن لما ينتهي التفاعل تتكون عندي نواتج. طلاب وطالبات عيني، التفاعل الكيميائي اليوم لما المادة تتحول من متفاعلات إلى نواتج، التفاعل الكيميائي ما تتحول مباشرة من متفاعلات إلى نواتج، وإنما التفاعل الكيميائي يمر بسلسلة من الخطوات والمراحل اللي يوصل إلى النواتج. أكفل موضوع درسته بالخامس علمي اسمه ميكانيكية التفاعل. ميكانيكية التفاعل هي خطوات التفاعل. ميكانيكية التفاعل هي خطوات التفاعل، يعني هذا التفاعل اليوم بالبداية بس متفاعلات، من يوصل للمرحلة النهائية لما يكون نواتج ما يتحول مباشرة، وإنما يمر بسلسلة من الخطوات أو المسار على مود يوصل إلى النواتج. شوف قلنا الانثالبي دالة حالة يعني يعتمد بس على الحالة الابتدائية والحالة النهائية. شنو الدالة الحالة؟ هي تلك الخاصية أو الكمية اللي تعتمد بس على الحالة الابتدائية للتفاعل قبل التغيير والحالة النهائية للتفاعل بعد التغيير، بغض النظر عن الخطوات أو المسار الذي يتم خلاله التغيير. شوف شنو الدالة الحالة؟ الدالة الحالة وهي تلك الخاصية أو الكمية التي تعتمد على الحالة الابتدائية للنظام قبل التغيير والحالة النهائية للنظام، النظام يعني التفاعل بعد التغيير، بغض النظر عن الخطوات أو المسار الذي يتم من خلاله التغيير. الدالة الحالة مثل من الدالة الحالة؟ مثل الانثالبي، مثل الانثالبي والانتروبي، مثل الانثالبي والانتروبي وطاقة كبس، هذه كلها أمثلة على الدالة الحالة. الدالة الغير حالة، الدالة الغير حالة من اسمها دالة مسار، إذن عليها من تعتمد؟ تعتمد على الخطوات والمسار. فالدالة الغير حالة تعتمد على الحالة الابتدائية والحالة النهائية، وأيضا تعتمد على الخطوات والمسار. يعني شوف الفرق بين الدالة الحالة والدالة الغير حالة، الدالة الغير حالة اسمها دالة مسار، لكن هي مو معناها تعتمد بس على المسار، لا، تعتمد على الحالة الابتدائية والحالة النهائية بالإضافة إلى الخطوات والمسار. مثل منو الدالة الغير حالة؟ الدالة الغير حالة مثل الشغل والحرارة. واضح؟ إذن
أدنى سؤال، السؤال شو يقول؟ يقول ماذا نحن بدالة الحالة، وأعطي مثال على كميتي تعدان دوال حالة ومثال على دالة غير حالة اللي هي دالة مسار. طلابنا الغارين عن الدالة الحالة وهي تلك الخاصية أو الكمية التي تعتمد على الحالة الابتدائية للنظام قبل التغيير والحالة النهائية للنظام بعد التغيير، بغض النظر عن الخطوات أو المسار الذي يتم من خلاله التغيير. ومن الأمثلة على الدالة الحالة الإنثال والإنتروبي وطاقة كيبس. يريد أيضا مثال على دالة غير حالة، مثال على دالة غير حالة مثل الشغل والحرارة. شوف طلابنا الغالي بالكتاب عندنا بس تعريف الدالة الحالة، التعريف فقط تعريف الدالة الحالة موجود واضح، وهي تلك الخاصية أو الكمية التي تعتمد على الحالة الابتدائية للنظام قبل التغيير والحالة النهائية للنظام بعد التغيير، بغض النظر عن الخطوات أو المسار الذي يتم من خلاله التغيير. واضح الكلام؟ زين، مثل منو؟ مثل الإنثال بالنتروبي طاقة كيبس، التعريف بس هذا بالكتاب. فرضا لو جاب لك عرف الدالة الغير حالة، هو ما كنش تعرف بالكتاب، بس فرضا لو قال لك عرف الدالة الغير حالة شو تقول له؟ أو عرف دالة المسار، أقول له وهي تلك الخاصية أو الكمية التي تعتمد على الحالة الابتدائية قبل التغيير والحالة النهائية بعد التغيير، وأيضا تعتمد على الخطوات والمسار الذي تم من خلال التغيير مثل الحرارة والشغل. علل أن الحرارة أو الشغل لا تعتبر دوال حالة. الجواب، الحرارة والشغل ليش تعتبر دوال غير حالة؟ لأن تعتمد على الخطوات والمسار. باو أجاوب شغل، أقول له ذلك لأن قيمتها تتغير كثيرا بتغير ظروف التجربة، حيث أنها تعتمد على الخطوات أو المسار الذي تم من خلال التغيير، ولا تعتمد فقط على الحالة الابتدائية والحالة النهائية. إذن طلاب وطالبات، هذا الكلام وضحناه، أعيده لك مرة ثانية، خلينا نسوي لك مراجعة للمادة اللي أخذناها من البداية لحد الآن. ترى اللي ماخذينه في شيء قليل كلش، ترى اللي ماخذينه لحد الآن عبارة عن تعريفين وتعليل بس، لكن جاي أشرح لك بالتفصيل. تعال، أول ما بدينا المحاضرة قلت لك يا بالتفاعلات نوعين، تفاعلات ماصة وتفاعلات ضاعفة. التفاعلات الماصة إذا كان دلتا اتش موجب يعني ماص، إذا دلتا اتش سالب يعني ضاعف. بعد انتقلنا إلى تعريف الإنثالبي. شنو هو الإنثالبي؟ هذا وضحناه هنا. الإنثالبي قلنا عليه وهي دالة حالة ثرموداينامكية وخاصية شاملة تمثل كمية الحرارة الممتصة أو المتحرر بثبوت الضغط، ولا يمكن قياس القيم المطلقة لها لأنها دالة، ويقاس التغير الحاصل فيها بدلتا H. تمام، الآن هذه التعاليل كلها احنا موضحيها للتعاليل. بعد أجينا الآن بالنسبة لهذا السؤال، شنو الدالة الحالة؟ وهي تلك الخاصية أو الكمية التي تعتمد على الحالة ابتدائي النظام قبل التغيير والحالة النهائية النظام بعد التغيير، بغض النظر عن الطريق أو الخطوات التي تم من خلالها التغيير. ومن الأمثلة على الدالة الحالة الإنثالبي والإنتروبي وطاقة كيبس. تمام، مثال باولي، مثال على دالة غير حالة، مثال على دالة غير حالة اللي هو الشغل والحرارة. علل أن الحرارة أو الشغل لا تعتبر دوال حالة، وذلك لأن قيمتها تتغير كثيرا بتغير ظروف التجربة، فهي تعتمد على الخطوات أو المسار الذي تم من خلال التغيير، ولا تعتمد فقط على الحالة الابتدائية والحالة النهائية. تمام، هذا أكملنا. طلابنا الغاليين، شوف بالتعريف مال الإنثالبي قلنا عليه الإنثالبي هو دالة حالة ثرموداينامكية، وضح شنو دالة الحالة، وخاصية شاملة. الخاصية الشاملة يعني قلنا عليه يعتمد على كمية المادة. الخاصية الشاملة تابعة لموضوع اسمه الخواص العامة للمواد. باور، الخواص العامة للمواد طلابنا الغاليين، الخواص العامة نوعين. الخواص العامة للمواد تنقسم إلى خواص شاملة وخواص مركزة. يعني ممكن يجيب لك فراغات، يقول لك الخواص العامة للمواد فراغ وفراغ، تش تكتب الخواص الشاملة والخواص المركزة. شنو الخواص الشاملة؟ الخواص الشاملة طلابنا الغاليين، الخواص الشاملة وتشمل جميع الخواص التي تعتمد على كمية المادة. شكو شيء يعتمد على كمية المادة؟ نقول عليه خاصية شاملة. مثل منو؟ مثل عندك السعة الحرارية، الإنثالبي، الإنتروبي، طاقة كيبس، الكتلة، الحجم، هذه كلها تعتمد على كمية المادة. الخواص المركزة شنو؟ الخواص المركزة وتشمل جميع الخواص التي لا تعتمد على كمية المادة، مثل منو؟ مثل الضغط، الكثافة، الحرارة النوعية، كلها لا تعتمد على كمية المادة. إذا طلابنا الغالين، الخواص الشاملة وتشمل جميع الخواص التي تعتمد على كمية المادة الموجودة في النظام، مثل منو؟ الكتلة، الحجم، الإنثالبي، الإنتروبي، طاقة كيبس، السعة الحرارية. باو، الخواص المركزة شنو؟ وتشمل جميع الخواص التي لا تعتمد على كمية المادة الموجودة في النظام، مثل الضغط والكثافة والحرارة النوعية. طلاب وطالبات، باو، لما جاء اشرح هذا الموضوع احدى الطالبات سألتني سؤال، ايش قالت؟ قالت استاد هاي الكثافة هي مو تعتمد على كمية المادة، فالمفروض هاي الكثافة تكون من الخواص الشاملة؟ قلت لها ليش؟ قالت لانه استاد الكثافة اللي احنا متعلميها الكثافة تساوي لي الكتلة على الحجم،
بالتالي الكتلة هي تمثل كمية المادة، فمعناته أن الكتلة شنو؟ الكتلة تمثل كمية المادة. تقولوا هذا وهذا تناسبهم طردي، فمعناته هذا جاي يعتمد على كمية المادة، الكثافة اللي هي تنقر رو، رو تساوي الكتلة على الحجم. فبالتالي الآن الكتلة هي كمية المادة، وهذا وهذا تناسبهم طردي، فالكثافة تعتمد على الكتلة، يعني تعتمد على كمية المادة. شلون هنا جاي يقول الكثافة لا تعتمد على كمية المادة؟ شوف أنا شلون جاوبت الطالبة ووضحت لها الموضوع. بعض إيش قلت للطالبة؟ قلت لها الآن عندنا جدر مال عسل، هذا الجدر مال عسل أخذت الآن قسم من يمه، تمام؟ هل إنه أخذت كمية من العسل كمية خليتها بمعون، وأخذت كمية بعد أقل خليتها بمعون ثاني، إذن الكميات جاي تتغير، لكن هذا العسل اللي موجود بالجدر لما خليته بالمعون، هل إنه لما خليته بالمعون صار خفيف؟ طبعا لا، إذن بقى نفس اللزوجة، بقى نفس الكثافة، رغم إنه الآن هو جاي تتغير الكمية، لكن هو نفس الكثافة. إذن الكثافة لا تعتمد على كمية المادة. أو مثال آخر، عندك برميل مال مي وجدر مال مي وغلاس مال مي، أوكي؟ جيب جهاز يقيس كثافة الماء، تخليه بالبرميل الجهاز يقرأ 1 غرام على سنتيمتر المكعب، خليته بالجدر 1 غرام، بالماء 1 غرام، إذا أنت الكمية جاي تتغير، لكن الكثافة مال الماء ثابتة، فالكثافة لا تعتمد على كمية المادة، وهذا الكلام ما إلى علاقة بالعلاقة الرياضية، تمام. طبعا هذا السؤال اللي قبل شوي قلت لك عليه اللي هو وزاري، هذا السؤال اللي قلت لك عليه هو وزاري والسلامات 2023 الدور الأول. يقول الإنسان بدال لحالة وهي خاصية شنو؟ شاملة. ليش؟ لأنها تعتمد على كمية المادة، وهذا الجواب موجود هنا. طلابنا الغالي باعوا لي هذا السؤال، الإنسان بدال لحالة وخاصية شاملة، وضح ذلك. هذا السؤال ما جاي وزاري، لكن أنا بصراحة أعتبره مهم ومرشح. باعوا لي هذا السؤال مهم ومرشح. هذا الآن عبارة عن سطرين، هذا الآن هنا كوبي بيست من الكتاب، كما مكتوبة بالكتاب جايبيها نصاً بالكتاب. شو يقول لك؟ يقول لك الإنثالبي هو دالة حالة وخاصية شاملة لأنها تعتمد على كمية المادة، فالتغير في إنثالبي تفاعل 2 مول هو يساوي ضعف الإنثالبي لتغير مول واحد من المادة نفسها. شوف شو يقول لك بالكتاب، يقول لك الإنثالبي دالة حالة وخاصية شاملة لأنها تعتمد على كمية المادة. يقول وضح شلون يعتمد على كمية المادة. يقول التغير في إنثالبي تفاعل 2 مول من المادة يساوي ضعف الإنثالبي لتفاعل 1 مول من المادة نفسها. نفس اللي حكيته لك قبل شوية لما قلت لك إنه لما تحرق ملزمة تنطي 20، لما تحرق ملزمة إيش قلت؟ تطي 40 كيلو جول، تلفها لازم تطي 60، فبالتالي الحرارة مال احتراق ملزمتين هي ضعف الحرارة مال احتراق الملزمة الوحدة. فهنا يقول فالتغير في إنثالبي تفاعل 2 مول يساوي ضعف التغير في الإنثالبي لمول واحد من المادة نفسها. تمام طلابنا الغاليين، هذا كليته وضحنا. الآن وصلنا إلى موضوع جديد واللي هو رسم مخطط الطاقة. طلابنا الغاليين الآن عندنا موضوع جديد وهو رسم مخطط الطاقة. أنواع التفاعلات الحرارية، التفاعلات الحرارية تكلمنا عليها هي نوعين، هي تفاعلات مصل الحرارة وتفاعلات باعثة للحرارة. هاي التفاعلات الحرارية، وتعلمنا دلتا اتش موجب يعني ماس، دلتا اتش سالب باعث، طاقة بالمتفاعلات يعني ماس، طاقة بالنواتج باعث. اليوم الموضوع الجديد مالتنا هو رسم مخطط الطاقة. طلابنا الغالي أنا الآن وصلت وياك لحد هذا الموضوع، اللي جاي راح نتوقف، أخذنا مادة مهمة تراجعها تضبطها. هذا الموضوع هو موضوع مستقل لوحده وبيه العديد من التفاصيل، هذا الموضوع أشرح لك بالمحاضرة القادمة اللي هي المحاضرة 10. فإلى هنا يا طلاب وطالبات، أنا وياكم نصل إلى ختام محاضرتنا لهذا اليوم، انتظرونا بالمحاضرة القادمة، وإلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله، مع ألف سلامة. What?